السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدر، السلام عليكم. بدر اختفى في ظروف غامضة. عندك مشكلة في الصوت يا بدر. طيب، حلو قوي، زي الفل كده، عرفت ان انت حي ترزق. طيب نكمل. What does your brother do at the airport? He's a pilot. لو حد مش عاجباه الإجابة وعايز يستبدل what ب where، خلاص هو حر، بس بناء عليه لو استبدل هنا what، لحظة كده بس، استبدلها ب where، معلش سوري، اوكي، فبناء عليه هيستبدل do هنا ب سوري ب work. حاجة فين؟ اوكي، فانت حر بقى يعني، براحتك، up to you. السؤال اللي بعده، does he at، يلا مين يجاوب؟ Yes. هلا يا علي. How does he like it؟ ما شاء الله. How does he like it؟ Okay. He doesn't really like it. مش عارف ازاي يعني. Pilot، عايز ايه تاني يعني؟ قاعد عامة الشعب تحت منه يعني. حاجة غريبة. It's okay، نرجع تاني. Do your parents their jobs? Oh, I guess they like them. So what's the question? Where? Yusuf, Iraya. How? Joe. Yes. Yes. How do your parents, Kamil? Like their jobs. Like their jobs. Oh, I guess they like them. English they mercy. Oh, like English. No, like, like. Okay. Thank you, John. طيب مين؟ فهد، فيصل، محمد، أحمد، جماعة كوكب الزوم. I don't remember. Do they? يلا يا علي. في الإجابة. Where? Yes. Where? Where do they work? They work. وأنت بتقرأ يا أحمد لازم تاخد بالك من العلامات. يعني بعد كلمة I don't remember في full stop، صح؟ هي موجودة. في full stop مش كده؟ فلما أجي أقرأها أقرأها إزاي؟ I don't remember. Where do they work؟ اللي سمعني يا احمد سمع ايه؟ سمع جملتين منفصلتين. طب وايه المشكله لو طلع بعضها يعني؟ هيحصل خطأين، الخطأ الاول من حيث الكتابه، لان هي بقت جمله على بعضها، فبالتالي هتبقى جمله ثانيه تقرا هكذا I don't remember where they work، وبدون دو، ومش هيبقى question اصلا. اختفت الدنيا. بالظبط كده. I don't remember where did they work. So totally different زي ما قال كده عبد العزيز. دخلنا في جملة تانية، في دنيا تانية، مالهاش دعوة بالموضوع. جميل، ما شاء الله. طيب next number 4. عبد العزيز خالد. يلا يا عبد. What you do؟ ها؟ انت بتتكلم منين؟ من تحت السيارة؟ لا، من جوه. الله يهديك فهمت. طب ارفع صوتك شوي. دقيقة سخنة سخنة. What do you do؟ ما شاء الله، ايوه كده، اجابة واحد واثق في نفسه. What do you do؟ جميل يا عبد، ما شاء الله عليك. I'm a student. طب لو حبينا ناخد صيغة سؤال تانية غير what do you do، فاكرها يا عبد العزيز قلناها امبارح؟
نفس المعنى. ها بدأ يقطع تاني. لا والله مو ذاكرت. يلا what's your job the same يعني. طيب نكمل. I see. What does it mean I see? Means I understand. I understand. I understand. I get it. طيب نروح مرة تانية السؤال اللي بعده. Do you your classes? طرق السؤال. أحمد. أحمد اختفى في ظروف غامضة. طيب جو. I see how do you do like your classes. جمع يا جو، جمع يا حبيبي، قول تاني اللي قلته كده. I see. أيوه. How do you, how do you like. أيوه الله يفتح عليك. أما اللي أنت قلته من شوية، إنجليزي ده مرسي كان؟ ما كانش صح؟ كان حاجة تانية صح؟ أيوه. شوف هو جو جمع على طول. I see. How do you like your classes? They're good. I like them a lot. جميل جدا. طيب التمرين ده شايفينه؟ حضرتك المطلوب تحله في البيت. Homework. اللي هيجيبه محلول صح بكرة هياخد درجة 10 درجات للمشاركة في محاضرة بكرة. في محاضرة بكرة مش في الاختبار النهائي. ها؟ عشان ما حدش يفهم غلط. 10 درجات. طيب بشرح لنا استاذ وش يبقى بالضبط عشان نقدر نحل يا استاذ، يصير مالنا نحل. ما انا لو شرحت يبقى ما فيش 10 درجات. لا يا استاذ يعني وش المطلوب بس؟ يعني احنا بنكتب الصيغه. لو قلت وش المطلوب مش هيبقى فيه هيبقى فيه 5 درجات بس. فانت الاولى بال10 صح ولا غلط؟ والله. يلا عيش اللحظه بقى. في البيت بقى الكلام ده هوم ورك. مش هقول اي حاجه. ايش اللحظه بقى مع نفسك. تبغى نحل الحين يا استاذ ولا بكره واجب يعني؟ هوم ورك. عايز تخلص انت يا جو ها؟ عايز تنجز. هوم ورك. اوكي نروح للتمرين اللي بعده. تمرين سهل جدا وما بيجيش غير بالصيغه واحده بس في الاختبار اللي هي هتشوفوها بعد شويه في الكتاب الورك بوك، وهي فكره the adjective and the opposite. يعني every two adjectives مع بعض كده في مربع لذيذ. The first one is opposite to the second one. The first adjective is exciting, interesting. معنى آخر يعني. The opposite is boring. عارف انت لما تدخل تتفرج على حاجة كده ومباراة ولا فيلم ولا وبعد شوية تلاقي نفسك عملت كده. أنا أخش أنام ها؟ It's boring, dull. Okay. هناخد الاثنين اللي بعدهم. Easy. The opposite is, huh? Difficult. عشان كده خليت عليه 10 درجات لأن هو difficult. عرفت ليه 10 درجات؟ Okay. Safe. جاي من كلمة safety. Dangerous. النون بتاعها danger. طبعا كل adjective منهم ليها noun. Okay. Exciting. Excitement. Boring. Bore. Easy. The adjective. Difficult. Difficulty. The noun. Safe. Safety. Dangerous. Danger. The noun. Not the adjective. Yes. Relaxing. The opposite is stressful. Stressful. Yes, stressful. Stressful. Something relaxing. You do no effort. For example, every day I have to bear this many times. Okay, relaxing. صح؟ لكن every day I have to bear this. I can't. It's stressful. طبعا ده تمثيل قريب بس يعني. You cannot. Hectic معنى آخر ليها.
جاي من كلمة stress. Noun is stress. كل المطلوب ان احنا نحفظ الكلمة وعكسها. صعبة دي؟ بس قص كده. هو ده التمرين. خلاصة الزبدة يعني زي ما انتوا بتقولوها. او الزبدة مش عارف بتقولها ازاي. طيب. نعدي التمرينين دول. وناخد التمرين ده. بالمناسبة. مع نهاية يونت 8 هيكون اختبار الشهر الثاني. اللي هيحتوي على يونت 7 and يونت 8. فلو راح منه الاول يبقى قدامه فرصة الثاني اللي هو هيكون بعد يونت 8 وكرر ويحتوي على يونت 7 and يونت 8. طب لما نخلص بعد كده 9 and 10 هيبقى في اختبار شهري رقم 3 على 9 and 10. فاللي فات منه الاول ولا قدر الله الثاني فقدر ان هو يعوض فيه الثالث والاخير. من الثلاثة بالظبط كده. طب واحد ما اختبرش غير مرة واحدة خلاص هو حظه. حظه ايه؟ حظه ان هو ما كانش مش اختبار واحد. وصلت الفكرة؟ متى بيكون الاختبار الثاني يا استاذ؟ بمجرد ما نخلص يونت 8 يعني اذا خلصت بكرة لو الثلاثاء يبقى الاختبار الاربعاء. خلص الاربعاء يبقى الاختبار الخميس. اوكي؟ والاختبار كان معتاد انتوا عارفين ان هو زمنه 10 دقايق لكن عشان كنتوا هخليه 30 دقيقة مش 20 بقى زي المرة اللي فاتت. هنزوده المرة دي. يعني المرة فاتت اختبرته من 20 دقيقة صح؟ لا هزوده خليه 30 دقيقة المرة دي. ما المشكلة انتوا الجمعة والسبت بتنسوا كل حاجة ما شاء الله عليكم. ها؟ بتقولي مش فاكرين أي حاجة في البطيخ. لدرجة ان بعضكم بيبقى مش فاكر اسمه. اتفضل يا بدر اسأل. الاثنين ما شاء الله عليك. حلوة الاثنين دي. ولا الأحد؟ اه ما لسه بقول انتوا بتيجوا الاحد مش فاكرين اي حاجه في البطيخ حتى مش فاكرين اساميكم اساسا. خلاص براحتكم. بس ده معناه ان احنا لو درسنا حاجه في يونت 9 هتشوش معلوماتي على الاختبار. يعني احنا لو خلصنا يونت 8 بكره كمثال فور اكزامبل. ما انا بقول اهو بوضح القصه. يونت 8 خلصناه بكره اللي هو يوم ايه؟ الثلاثاء. هندرس الاربعاء والخميس يونت 9. هتروح داخل الاحد تختبر على 7 و 8. لا استاذ الافضل انه يكون ده الاسبوع يا استاذ يكون افضل استاذ الافضل. نعم؟ ده الاسبوع يعني الافضل يكون ده الاسبوع يكون افضل يا استاذ. بالظبط ده وجهه نظري لانه ده هتبقى لسه معلومات لسه في دماغك لسه طازه. اي نعم ما دخلتش عليها معلومات جديده وهي يونت 9 ولا دخلت عليها الويك اند اللي هي بتنسيك اصلا انت اسمك ايه واخد بالك انت. فالموضوع في صالحكم يعني. فاذا خلصنا بكره يبقى الاختبار الاربعاء. اذا خلصنا الاربعاء يبقى الاختبار الخميس. حلو حلو يا استاذ. بالظبط لانه زي ما بيقولوا كده اطرق على الحديد وهو ساخن. نعم نعم. لاحظوا انه الخميس بعد القادم اخر يوم لنا في الكورس. لكن استثناء ليكم انتوا انا هعمل حاجه يعني احاول اعمل لكم شيفت يعني امدد لكم شويه لسببين. السبب الاول ان في يوم انا غبته اللي هو الخميس اللي فات لان كنت مريض فلازم تتعوضوا يوم صح. والسبب الثاني انه منهجكم طويل شويه غير الربع اللي فات. فلما اعمل لكم شيفت اطول لكم القصه شويه هخليكم يبقى معاكم الساعه 4 استثناء بس لمده محاضرتين ثلاثه بس زياده عن الاسبوع. فاهمين ازاي يعني بدل ما نخلص احمد معايا بدل ما نخلص الخميس ده اللي هو مش الاسبوع ده يعني اللي بعده هنخلص يوم مثلا الثلاثاء الاسبوع اللي بعده. فالثلاث ايام الزياده دول هنعمل فيهم ايه؟ هيبقى اول معاد اولا هيبقى معادنا الساعه 4 وثانيا هيبقى في عندنا الاختبار الشهري رقم 3. اختبارها هيبقى ساعتها ميعاده الساعه 4 مش هيكون الساعه 5:30. خلاص خلينا بس نتفق من وقتها. بس انا برضه بقول من دلوقتي عشان الناس ما تتفاجئش يعني ليه انا بعمل كده. اولا لان منهجكم كبير وثانيا لان انا في يوم غبته فلازم اعوضكم على الاقل ولو يوم واحد. طيب خلاص يا بدر قضي الامر. طيب نروح للتمرين ده. تمرين مهم جدا 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 وعايز تركيز وعايز صحصحه كده. نسمعه الاول وبعدين نشوف هيعمل فيه ايه. اللي انا بعديه خلاص مع اختلاف التشبيه لا تسال عن شيء ان تبدا لكم تسوقكم. ها مستغفر من الخطا يعني عشان ما حدش في الاخر يقول لي فين التحديد. ما هو التحديد اللي انا ما خدتوش ده هو مش معانا بس التحديد اللي احنا حليناه. بس سبت بقى تمرين 2 3 خلاص ما تسالش عليهم. طيب هو فين التمرين اصلا؟ 54. طيب طيب يمكن يكون ده. طيب
Page 55. Page 54. Exercise 9. Grammar focus. Placement of adjectives. B plus adjective. A firefighter's job is dangerous. Page 54. Exercise 9. Grammar focus. Placement of adjectives. B plus adjective. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. Adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. اسمعوا تاني لان الموضوع محتاج تركيز. Page 54. Exercise 9. Grammar focus. Placement of adjectives. B plus adjective. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. Adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. طيب دعكم من مسميات الجرامر المكتوبة دي. Adjective plus مش عارف ايه وكما بكل شيء ده. تعالوا احنا ناخد الموضوع سهل جدا يعني. بس ركزوا بقى. اختار خط كده يكون واضح برضو. وليكن كده مثلا. ونقول كده ايه الاتي. ركزوا بقى يا شباب. لو قلت a doctor has a مثلا stressful job. A doctor has a stressful job. Now I am talking about the job or the doctor? The doctor. Job. مين اللي قال job؟ أنا يا صاحبي. ماشي عبد العزيز. تعالى اقنعني واقنعك، أوكي؟ أنا بقول دلوقتي the doctor has a stressful job. I start the sentence with the person or the job? Person. الله يفتح عليك. جميل. ركز بقى عشان انا هلون دلوقتي ماشي مش حاسس التلوين هي ما حدش يفهم غلط انا بحس رسمه كده لا لا خالص ركز بقى هلون كده وكده كمان وكده كمان اوكي بص بقى اللي يحصل في الجملة اللي جاية دي ركزوا بقى تعالوا نلون تاني A doctor's job is stressful. Now I start the sentence with the person or the job? The job. The job. What's the relation اللي ربطت بينهم? الأبوستروفي S. ليه فين? ليه دي? شايفينها? لو دي مش موجودة الجملة غلط. تاني. A doctor has what? A stressful job. Now I start with the person. And then describe his job. ولأنه الأدجكتيف بتيجي في الأول فقلنا stressful job. وقلنا job stressful. طيب. What's the verb in this case? The verb is have. اللي هو ده. شايفينه?
خلينا نغير اللون. Has. طيب ناحية تانية بقى الجملة التانية. A doctor's job is stressful. Now I start with the person or the job. The job. Or تحديدا the person's job عشان الابوستروف اس تبقى واضحة. What's the verb? Is اللي هو verb be. وبعدين the adjective. بشكل مباشر. السؤال هو في فرق أصلا بين الجملتين؟ في فرق بين الجملتين؟ مفيش فرق، هما الجملتين حاجة واحدة. الفرق بس فين؟ في الصيغة. الفرق مش عارف إلا إنه خطأ. طيب خلاص الصيغة بس. أنت عارف يا أحمد لما تيجي تقول I am not tall، طب ما تقول الحقيقة المرة I am short، عارية هذا تبقى تشوف كسف من إيه؟ عارية ولا فخر يعني، خد بالك أنت. It's the same. So I'm not tall means I'm short، بس بشكل شيك يعني. It's the same. A doctor has a stressful job means a doctor's job is stressful. So once I start the person has what? A stressful job. But the person's job مالها is، وحط الأدجكتيف بتاعها. خلاص؟ اخد مثال تاني واسيبكم انتوا تحلوا بقى، او انتوا اللي تكملوا، او انتوا اللي تعكسوا زي ما تسميها تسميها بقى. هنقول مثلاً a manager خلاص. وهرجع أقول I'm sorry. يلا مين يكمل؟ A manager has an easy job. جميل. Manager is job. اسمعش. A manager is job. A manager's job. A manager has a easy job. تمام. يبقى أول واحدة has، والثانية is. حلو أوي، كلام جميل. احنا واخدينها بتدريج. طيب لحظة بقى، اللي جاية دي هتبقى صعبة. انا هعمل كده كمان. سلام عليكم. هقول مثلا a lawyer. خلاص. Job. وبعدين هقول كده يلا الخيال بقى يشتغل، وروني بقى ابداعاتكم واشراقاتكم وتألقكم وتلألؤكم في سماء اللغة الإنجليزية. جماعة كوكب الزوم معنا؟ معاك. طيب هنبدا الاول بجماعه الفصل وبعدين نشوف الجماعه قدامكم بالزوم. يلا اوكي نو بروبلم. A lawyer has a difficult job. واضح ان هو عنده حد شغال في المحاماه وقايل له الكلام ده. اوكي ماشي، هنشوف الموضوع ده. طب نعجز بقى. A lawyer's job is difficult. سمعتوهم يا جماعة الكوكب؟ لا والله ما سمعنا شيء. أحسن برضو، يلا جاوبوا انتوا بقى. نجاوب؟ تفضل. A lawyer has job. ها؟ ها؟ بتقول ايه يا بطيخ؟ A lawyer has job. كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء. تفضل عبد العزيز. انا والله فهمت شوي بس بعطيك الجواب بعد، ان كان صح صح وان كان خطا خطا. هلا ربنا. A lawyer
ايوه has ايوه a difficult job يا سيدي. أيوة والثانيه lower lower lawyer's job lawyer's job is difficult. يا سلام. أما لو كنت فاهم كنت عملت ايه؟ طبعا كل ده بيحصل على اليوتيوب وكل ده مسموع، فاللي عنده حكومه جواب غلط ها هيتسمع من الحكومه، ولا عنده كده يعني اظن فهمني اللي بالي بالك. ها ماشي يا جو. طيب نرجع تاني. يبقى a lawyer has a difficult معلش بقى السبيلنج a difficult هي مكتوبه حسنا مكتوبه مش عارف ليه. اوكي job اها is difficult. very good ما شاء الله. اذا ابو طالب من جامعه كوكب الفصل، وعبد العزيز من جامعه كوكب الزوم ما شاء الله عليهم. طيب اوكي، وبناء عليه شفت التمرين ده؟ عبد العزيز قلبه حاسس. هوم ورك ده لسه ده لسه ده الموضوع كبير. طالبينك يا استاذ خفف علينا يا استاذ الواجبات. اسكت ساكت، انتوا خلاص كبرتوا وبلغتوا بقيتوا في المستوى الثاني، فلو كنتوا صغننين وقد كده في المستوى الاول، كبرتوا دلوقتي خلاص. ما لسه ما قلتش حاجه، لسه ما قلتش حاجه، لسه صدمه جايه. يعني ايه؟ انتوا بتقولوها ازاي؟ ايه؟ وسع صدرك؟ ايوه نمبر 9 امور بالعكس خش بصدرك بقى بالمصري وتعالى لي بقى يا معلم وخد الصدمه اللي جايه دي. شفتوا كتاب الورك بوك اللذيذ ده؟ هتحلوا اللي انا هقول عليه دلوقتي. اكسرسايز نمبر 2 اكسرسايز نمبر 3 عايز اقول لكم يا جماعه ان عبد العزيز وشه بيتقلب يعني بيتحول. اكسرسايز نمبر 4 اكسرسايز نمبر 5 A and the first example of B. لا the first example بس يعني ده مش عايز انا ده حل ازاي كده حل ازاي اللي فوق بس and بس خلاص خلصنا. لا بس كفايه كده تيشر اجي والله واجد يا استاذ احنا مش بنبيع بطاطا حضرتك عشان تقول لي والله واجد. ها اتفضل يا احمد ما تحلهاش حل زي المثال ده بس فهمت. ده بقى عليه 5 درجات لو جه محلول بكره في الاختبار النهائي. شفتوا المساومه دي؟ مساومه صح جامبلينج. اذا انت بتقول كده الحكومه انا حكومه انا براحتي 5 درجات في الاختبار النهائي ها مش في المشاركه في الاختبار النهائي حزبه الاختبار. ممكن تعيد الواجبات لو سمحت؟ يعني يوسف جو بي 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 بيحرجني بذوقه. ماشي يا جو حاضر ولا انت ممكن ترجع لليوتيوب بس اتس اوكي حاضر انت تؤمر يا جو تتأشر كده واحنا ناكل قصدي واحنا ننفذ على طول. ثانك يو ثانك يو تيتشر ويلكم. يبقى نمبر 2 اوكي 4 5 Part A and the first example in Part B. مش واحد اثنين وثلاثة واربعة كده يعني. بس أنا بقول هتحل لك the first example. خلاص؟ أوكي. بس كده. دو عليهم كم؟ 5 درجات في الاختبار النهائي. متفقين؟ أما العشرة اللي قلت عليهم بتوع الستودنتس بوك دول في المشاركة بتاع بكرة. حد عنده اي سؤال جماعه كوكب الزوم؟ any questions؟ اوكي
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.